لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في شرح جوهرة التوحيد للإمام النقاني في عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة، فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم. وتحدثنا في الدروس السابقة عن الأئمة الأربعة، الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، والإمام أبي حنيفة، وتحدثنا عن الإمام أبي القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنهم جميعا، ونفعنا الله بهم وبعلمهم في الدنيا والآخرة. ووقفنا عند قول الشيخ فواجب تقليد حبر منهم، فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم. أي إذا كان هؤلاء الأئمة هم أهل الهداية للأمة المحمدية التي هي خير الأمم، فهم خيار الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم من التابعين وبعضهم من تابع التابعين، وهم في كل الأحوال من خير القرون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالفقهاء جميعا في داخل الثلاثمائة سنة الأولى، والحمد لله على ذلك. وكذلك الإمام أبو القاسم الجنيد سيد الطائفة الصوفية، أيضا من داخل القرون الثلاثة. ولذلك قال الشيخ فواجب تقليد حبر منهم، أي فيجب عند الجمهور، عند جمهور العلماء، على كل من لم يكن فيه أهلية الاجتهاد المطلق الأخذ بمذهب عالم من هؤلاء الأربعة. وجائز تقليد غير الأربعة، يعني طبعا نحن جميعا الآن في طور التقليد. طبعا الاجتهاد المطلق لا يوجد بعد الخمسمائة سنة الأولى كما يقول العلماء. المجتهد المطلق الذي يستطيع الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة، هذا لا يوجد بعد الخمسمائة سنة الأولى، لا يوجد الآن. إنما يوجد ممكن مجتهد في المذهب، مجتهد في المذهب ومقلد يقلد آراء العلماء ويقرأها وينقلها للناس بأمانة، لكن علشان واحد يدعي الاجتهاد الآن
ويقول لا يجب تقليد أي مذهب من المذاهب، وإنما نقلد الكتاب والسنة، فهذا كذاب أشر، كذاب أشر، يعني بكل ما تحمل معنى كلمة كذاب. ليه؟ لأنه ليست معه شروط الاجتهاد ولا شروط الاستنباط، وإنما هو جاهل ومغرور كما يدعي كثير جدا من الشباب الآن. حينما تقول له أنا مذهبي مالكي أو شافعي أو حنفي أو حنبلي، يقول لك لا، لا توجد مذاهب في الإسلام. ولذلك الشيخ محمد زاهد الكوثري يعني كتب مقالا في مقالاته أن اللامذهبية قنطرة اللادينية. اللامذهبية قنطرة، يعني توصلك إلى أنه لا دين عندك، لأنك لست أهلا لفهم القرآن ولا لفهم السنة. الإمام الشافعي رضي الله عنه ذاك قال من أخذ العلم من الكتب، من الكتب غير الأحكام، فما بالك بمن يأخذ العلم من غير الكتب، بل يأخذ العلم استنباطا من الكتاب والسنة، وليس معه شرط واحد من أدوات الاستنباط. أول شرط شرطه العلماء في الاجتهاد أن يكون المجتهد عالما باللغة العربية كعلم العرب بها. أين هو؟ نحن لو سألناه في إعراب آية أو إعراب حديث لا يعرف. يعني أول شرط لا يوجد، لا يوجد، وإن وجد وجد بعضه، يعني إن كان عنده علم باللغة العربية لكن ليس كعلم العرب بها. يعني الإمام الشافعي حينما أراد أن يتعلم اللغة العربية ذهب إلى هزي، قبيلة هزي، ومكث معهم حتى حفظ أشعارهم. والعلامة الأصمعي اللغوي قال يعني حفظت أشعار هزي من فتى قرشي يقال له محمد بن إدريس. الأصمعي روى شعر هزي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. يعني حينما أراد أن يتعلم لغة العرب مكث في وسطهم وعاش معهم وحفظ أشعارهم وكلامهم حتى يتوصل إلى فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. إذن فلا بد أن يكون صاحب لغة حتى يفهم كتاب الله تبارك وتعالى. هذا ليس موجودا الآن، الذي يعلم لغة العرب كعلم العرب بها، فضلا عن علم الناسخ وعلم المنسوخ وعلم أسباب النزول وأسباب ورود الحديث وعلم النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وعلم أصول الفقه، الأوامر والنواهي والمطلق والمقيد، ومسائل فرعية كثيرة جدا هو يجهلها، فكيف يدعي أنه يستطيع أن يأخذ الحكم من الكتاب والسنة؟ والعجيب أن بعضهم يمسك القرآن أو يمسك كتاب الحديث
متنا فقط من غير شرح، ويقرأ هو الحديث ويشرح للناس، وقد يشرح حديثا يكون منسوخا، يعني هناك حديث نسخه وهو يشرحه على أنه معمول به الآن، لأنه لا علم عنده، لا علم عنده لا بالناسخ ولا بالمنسوخ ولا بالمطلق ولا بالمقيد، هو فاقد لشروط الاجتهاد تماما. فلا يجوز لأحد أن يقول إنني أستطيع أن أكون على الكتاب والسنة. فالعلماء قالوا المقلد يتبع أقوال الأئمة المجتهدين كما يتبع الكتاب والسنة، لأنهم هم الذين نظروا في الكتاب وفي السنة واستنبطوا هذا الحكم. فالذي يسير على كلامه يسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا بقول لك بعد 500 الأولى لا يوجد مجتهد مطلق. هو رجل فقيه، الشيخ القرضاوي يستطيع الترجيح بين المذاهب، يعني يقرأ ويرجح ويقول دليل هذا أقوى من دليل هذا. لكن يوضع مثلا في مصاف الأئمة الأوائل؟ لا طبعا، لا 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 طبعا. لأن الذين جاءوا يعني بعد 500 الأولى دائما ينقلون، ينقلون عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة المجتهدين. ولذلك العالم الأمين دائما تجد مثلا الشيخ القرضاوي والشيخ عطية فقر وغيرهما يعني من العلماء دائما يسند العلم إلى أهل، يقول قال فلان رضي الله عنه، قال فلان وذهب فلان، هم يستطيعون الترجيح مثلا بين المذاهب، والدليل هذا أقوى من دليل هذا، هذا هو الذي يقدر عليه. ثم نعم هو فقيه لا شك في هذا. حتى المسائل الحديثة يقيسونها على أشباهها من المسائل التي أفتى فيها العلماء السابقون، يقيسون الأشباه على الأشباه والنظائر على النظائر. والأئمة الأوائل رضي الله تعالى عنهم ألهمهم الله تعالى فرض المسائل، المسائل التي لم تقع، حتى إنك حينما تقرأ في كتبهم تجد المسائل الحديثة الموجودة الآن يعني هم تحدثوا فيها من 800 عام أو من 1000 عام ذكروها. يعني السيد أحمد الدردير رضي الله عنه يعني ذكر في الفقه المالكي مسألة فرضية، قال وجاز بيع هواء فوق هواء بشرط أن يوصف البناء الأعلى والأسفل، بيع الشقق الآن. في زمانه هو كان يدوب كل واحد عامل دور واحد ما يقدرش يبني فيه حد، كل البيوت كانت ايه دور واحد فقط لشدة الفقر، يعني مش الا قصور الملوك هي اللي كانت ايه يعني عالية، لكن باقي البيوت كانت دور واحد او الثاني ده للغني. لكن بيع هواء فوق هواء يعني الآن يضع القواعد ويبيع 10 أدوار بالكتالوج، ولاد الكتالوج التشطيبهم لوكس نصف لوكس على المحارة مش عارف ايه كلام الشيخهم، يعني كأنه يعيش الآن موجودا معنا رضي الله عنه.
وهذا من ايه؟ من التقوى والورع ويعني واستنارة البصائر، لأن المؤمن ينظر بنور الله كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. يعني كانوا يفترضون مسائل في زمانهم أصبحت إيه؟ واقعا ملموسا. أنا ضربت لك ابنك رضي الله عنه، يعني هم لم يتركوا شيئا. لكن في بعض الناس يعني يريد أن يعني يضع نفسه في مصاف المجتهدين. لا، مهما بلغت أنت في مصاف المقلدين، وإلا فالاستنباط هذا له أهل. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه حينما قرأ قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فقال: أنا من أولي الأمر. المراد بأولي الأمر هنا أولو العلم، هم الذين يستنبطون أي يدخلون في باطن النص ليستخرجوا الحكم. فهذا لا يقدر عليه كل أحد، وإلا لو فتح باب الاجتهاد المطلق لكثر المجتهدون وكثر المفتون في دين الله ولضاع دين الله. سيدنا سفيان الثوري كان يقول: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة، إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. فكذلك إذا كثر المفتون والمجتهدون ضاع الدين. وكأن الله تعالى يعني أراد أن يحكم هذا الدين وأن يحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه ابن ماجه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالعدول كثيرون ولا قليلون؟ قليلون. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، الغالي أو المغالي الذي يتجاوز الحدود، الغلو في الدين، يحرف آيات الله تعالى. كما نرى في زماننا هذا من يحرف كلام الله عز وجل ويستدل بآيات ليست في موضعها. يعني يأتي بآيات نزلت في المشركين يحملها على المسلمين، والعياذ بالله يحرف الكلمة عن مواضعه، وهكذا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. المبطل والعياذ بالله ينتحل من القرآن على ما يقوله من كلام، انتحال والعياذ بالله. يعني يدعي العلم ويدعي أنه على حق، ويستنبط من القرآن ما لا تحمله الآية ولا يشير إليها معناها لا من قريب ولا من بعيد. وهذا موجود كثير، انتحال المبطلين هذا شيء كثير. يعني هناك فرق في الإسلام يعني اعتقدت اعتقادات واستدلت من القرآن على اعتقادها الباطل والعياذ بالله. كالشيعة مثلا، الشيعة يعني الآن ينتحلون من القرآن على باطلهم، يعني يستدلون من القرآن على الباطل الذي معه. سبحان الله. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. سبحان الله.
وتأويل الجاهلين. وتأويل يعني العلماء العدول ينفون عن العلم تأويل إيه؟ تأويل الجاهلين الذين يؤولون القرآن على غير وجهه. استنباط العلم هذا شيء صعب، هو بدليل الجهل الموجود الآن وعدم تقليد العلماء أنهم يقولون الكتاب والسنة. لو قلت له هل الأدلة الشرعية محصورة في الكتاب والسنة؟ أبدا، الأدلة الشرعية أكثر من 10. طب ما فين إجماع الصحابة؟ في حاجة اسمها الإجماع السكوتي لأصحاب رسول الله، أين هو؟ يعني فعلوا فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسكتوا عليه، زي الأذان الأول في الجمعة اللي سنه سيدنا عثمان رضي الله عنه وسكت الصحابة عليه، غير الأذان اللي كان على بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وسكت الصحابة، فصار إجماعا سكوتيا. من جهل هو يقول لك إيه؟ لا، الكتاب السنة. فما النبي عليه الصلاة والسلام قال لك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. والصحابة سكتوا حينما أذن سيدنا عثمان في وسط السوق على الزوراء، بيت عالي في السوق وسط السوق حتى يعرف الناس دخول وقت الجمعة، وسكت الصحابة فصار إجماعا سكوتيا. هذا دليل بعد الكتاب والسنة، الكتاب السنة الإجماع. ما المراد بالإجماع؟ إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين. ثم بعد ذلك القياس، بعد كده قول الصحابي، بعد كده الاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع وعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا والعرف، كل هذه أحكام، يعني هذه أصول تستنبط منها الأحكام. وعلى هذا صار الأئمة رضي الله تعالى عنهم إلى وقتنا هذا. ثم ظهرت هذه البدعة اللي هي عدم التمذهب بمذهب معين. شوف هنا في عقيدة أهل السنة فواجب تقليد حبر منهم. طب إيه الأصل في الوجوب هنا؟ قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالأمر قالوا للوجوب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال العلماء من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سالما. هذا أصل إيه؟ أصل اللزوم. ولذلك العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد شيخ علماء سوريا ألف رسالة بسيطة صغيرة سماها لزوم اتباع مذهب من المذاهب الأربعة حتما للفوضى الدينية، حتما للفوضى الدينية. يعني أنت حينما تتبع مذهبا من المذاهب الأربعة نظمت نفسك وخرجت من الفوضى، بدلا من أن تعيش حيثما شئت وكيفما أردت تابعا للهوى. أين عملك بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ولذلك العلماء يقولون العامي مذهبه مذهب من يفتيه، العامي مذهبه مذهب من يفتيه، ولم يحرموا يعني
تقليد غير المذاهب الأربعة. يعني هناك مذاهب في الإسلام للفقهاء الأوائل رضي الله عنهم يجوز تقليدها ويجوز الإفتاء بها. يعني مذهب مثلا داود الظاهري عمل به في الأندلس 300 عام. ابن جرير الطبري كان له أتباع وكان له مذهب ويقال له الجريرية، كان يعمل بمذهبه. الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام كان يعمل بمذهبه في الشام وعمل به في الأندلس. أئمة لا ينقصون شيئا عن الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وكالإمام الليث ابن سعد رضي الله تعالى عنه، والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام كما ذكرنا، الإمام داود الظاهري، الإمام ابن جرير الطبري، وهكذا كثير جدا من العلماء عمل بمذاهبهم. الإمام الشافعي كان يقول الإمام الليث أفقه من الإمام مالك، إلا أن أصحابه ضيعوا مذهبه، يعني لم يدونوه كما دون أصحاب الإمام مالك مذهبه. وهكذا قيض الله لكل إمام تلاميذ حفظوا مذهبه ودونوه وكتبوه، أو هو قام بنفسه بتدوين مذهبه رضي الله تعالى عنهم. فبعض الأئمة أصبحت آراءهم متناثرة في الكتب، يقول لك وذهب سيدنا سفيان الثوري إلى كذا، ذهب الليث بن سعد إلى كذا، ويرى الإمام الأوزاعي كذا وكذا وهكذا. هذه أمانة علمية، أمانة علمية، لكن لم يجمع المذهب في كتاب خاص كما جمعت المذاهب الأربعة. ولذلك اختار الأزهر الشريف منذ نشأته المذاهب الأربعة. ليه؟ لأنه حفظ عليه، وتلاميذ الأئمة الأربعة دونوها ورووها بالسند المتصل حتى وصلت إلينا هكذا محققة منقحة مصوبة، يعني رجح الراجح منها وضعف الضعيف فيها وهكذا. طبعا وهم أهل التقوى والخوف والورع وأهل البصائر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونفعنا الله بهم في الدنيا والآخرة. ولذلك الإمام أبو حامد الغزالي وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق، لأنه في أواخر القرن الخامس توفي 505، قال فأردت أن أدون مذهبا خامسا غير المذاهب الأربعة، وهو قدير على ذلك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ومعه المذاهب أصحاب المذاهب الأربعة الأئمة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي. قال فوقفت في الغرفة، قال ففتح منها باب فخرج منه الإمام أبو حنيفة، ثم فتح باب آخر فخرج منه الإمام مالك، فتح باب ثالث فخرج منه الإمام الشافعي، فتح باب رابع خرج منه الإمام أحمد. فوقفت منتظرا الباب الخامس حتى أخرج، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج من الباب الذي خرج منه الشافعي. سبحان الله، سبحان الله، هكذا أراد الله. قال ففهمت أنه يأمرني باتباع مذهب الشافعي، فألف كتابه في أصول فقه الشافعية المستصفى
للإمام الغزالي، أول كتاب من كتب أصول الفقه في الفقه الشافعي. يعني انظر إلى هذا، إلى هذه الرؤية من الإمام أبي حامد، وهو رجل وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق، يعني عدم التقيد بمذهب معين، كالإمام البخاري مثلا، يعني يعتبر مجتهد مطلق، وله طبعا آراؤه في الفقه، وفقهه يؤخذ من تراجمه عناوين أبوابه، وهكذا. هكذا احترموا العلم ولم يتعدوا حدودهم، كل واحد عرف قدر نفسه كما عرف قدر الأئمة رضي الله تعالى عنهم، يعني لم يغمضوا حق الأئمة الأوائل، بخلاف اليوم يدعون الناس إلى عدم اتباع مذهب من المذاهب الأربعة. أنت إيه؟ أنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا محمد، سبحان الله. أما للمذاهب الأربعة تبع مين؟ مش تبع رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم. يعني هذا تعريف وتجريح، تجريح للمذاهب. الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه قال: أنا قابلت واحدا من هؤلاء المتنطعين فقال لي إن الشافعية أفسد مصر، إن الشافعية أفسد مصر. لماذا؟ قال: بمذهبه الجديد، يعني مذهب اللي نشره هنا في مصر. قلت له: يا بني، الشافعي أفسد وأنت تريد أن تصلحها؟ شاب يعني يمكن لا يعرف الاستبراء ولا الاستنجاء، لكن تنطع، هلك المتنطعون. قلت له: يا بني، أقارن بين كلمتك وبين كلمة الإمام أحمد في شهادته للشافعي حينما قال أمام ولده عبد الله، قال إيه؟ قال: لي 40 سنة ما صليت صلاة إلا ودعوت للشافعي فيها. فقال له ابنه عبد الله: وما كان الشافعي يا أبتي حتى تدعو له هذا الدعاء؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس في الدنيا وكالعافية للناس. وهل هناك غناء عنهما؟ قال له: انظر إلى كلمتك وكلمة الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول: كان الشافعي كالشمس في الدنيا وكالعافية للناس، وأنت تقول الشافعي أفسد. لا حول ولا قوة، إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، وشر البلية ما يضحك. كل الأئمة الأربعة كلهم كما نقل ابن عبد البر القرطبي في كتبه، كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا صح الحديث فهو مذهب. كل الأئمة الأربعة بالذات قالوا هذا، والإمام الشافعي ذاته قال: زنوا كلامي بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وافق فخذوا به، وإن لم يوافق فخذوا بكتاب الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضربوا بكلام عرض الحائط. والإمام أحمد قال: إذا صح الحديث فهو مذهب. والإمام مالك قال:
كان دائما يردد في درسه في الروضة الشريفة، يقول كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب الروضة الشريفة. لكن من الذي يعرض الكلام؟ من الذي يزن الكلام؟ الذي يحسن العلم ويستطيع الموازنة بين الأدلة ويعرف الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع. لكن هؤلاء القوم يضعون الحديث الضعيف في قائمة الموضوع والمكذوب، يقول لك لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، وهذا لم يقل به إلا القلة من العلماء، القلة النادرة، مش جمهور الجمهور على أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف. لكن هو خلاص الحديث ضعيف يعرض عنه. سبحان الله. مع أن الدكتور زغلول النجار أثبت أن بعض الأحاديث الضعيفة في السند صحيحة في المتن في العلم التجريبي. هم العلماء حتى وضعوا شروط العمل بالحديث الضعيف، ما قالوش كده وخلاص، قالوا ألا يشتد ضعفه وألا يعارض حديثا صحيحا وألا يعارض الواقع وأن يعمل به في فضائل الأعمال لا في الجنايات أو في الحلال والحرام، يعني وضعوا شروط مش كده وبس. ولا يقول لك ده حديث آحاد، يعني رواه راوي واحد فقط. طب ما حديث إنما الأعمال بالنيات حديث آحاد، واحد عن واحد عن واحد، وهو ثلث العلم أو نصف العلم، وهو حديث آحاد. لو جبت له حديث آحاد يقول لك ده حديث آحاد، يعني ما نعملش به. شوف الجرأة، الجرأة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يوازن بين كلام العلماء إنما هو العالم، العالم الفقيه الذي رزقه الله فهما وأراد به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه فهما في الدين الله تبارك وتعالى. لكن هذا ليس عند كل الناس، لا، ده عند أناس مخصوصين يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله كما قلت. لكن دلوقتي كل واحد يوازي ويقول هذا مش كمان ده راجح وده أرجح وده مرجوح أو ده صحيح وده أصح، لا، هذا خطأ وهذا صواب. سبحان الله، يعني حتى ما فيش أدب في 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 خطاب أهل العلم. يعني العلماء دايما يقولون إيه، والصحيح من الأقوال أو الأصح من الأقوال كذا أو الراجح من أقوال أهل العلم كذا وكذا، لكن هذا يقول صواب وخطأ وبدعة وضلالة وكفر وشرك وفسق، هذه الألفاظ المستعملة. تتعجب تتعجب. كل واحد من الأئمة رضي الله عنهم له مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه. شفت ازاي؟ ما خلاص، من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سلم. الإمام أبو حنيفة عنده مسند أكبر الأئمة، والإمام مالك عنده الموطأ، والإمام الشافعي عنده مسند، والإمام أحمد عنده مسند، كل واحد له إسناد إلى النبي
صلى الله عليه وسلم. والجميع الأئمة الأربعة من حفاظ الحديث، من الحفاظ، شفت ازاي؟ مش من المحدثين، لا، من حفاظ الحديث، كما قال ابن عبد البر القرطبي، من حفاظ الحديث. كلهم في هذه الرتبة رضي الله تعالى عنهم، يعني بلغوا في العلم غايته رضي الله تعالى عنه. ولذلك الإمام الشافعي قال: الناس، يعني العلماء، الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة، عيال في الفقه على أبي حنيفة. شفت العيال اللي بياخذ من أبوه من النفقة؟ نفس الطريق، يعني الناس العلماء يأخذون من الإمام أبي حنيفة كما يأخذ العيال من أبيهم رضي الله تعالى عنه. هذه شهادة، شهادة إمام لإمام، مش شهادة صعلوك. لا، واحد صعلوك يجي يقول لك إيه؟ نحن رجال وهم رجال. سبحان الله. قالها للشيخ محمد الغزالي، قال لي واحد منهم: هم رجال ونحن رجال. قال لا، قال له: لا، هم رجال وأنتم عيال. وفرق بين الرجال والعيال، العيل عيل والرجل رجل، فرق شاسع بين هذا وهذا. سبحان الله. ما كل، يعني لا، ما هو كل مسألة في الفقه، في أي فقه من المذاهب، لها دليلها، لها دليل. ما قلنا أصل الأدلة الشرعية كما ذكرناها حوالي 11 دليل في الأصول، واخد بالك؟ فالإمام مالك كان يقدم عمل أهل المدينة على الحديث، لأنه يقول: رواية الألف عن الألف، فأنا لا أترك رواية الألف عن الألف وآخذ برواية الواحد أو الاثنين أو الثلاثة عن من قبله. بياخذ بعمل أهل المدينة لأنه عنده أقوى من الحديث، لأنه طبعا بإيه؟ يعني توارث عملي للسنة، تابعين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، والإمام مالك من تابع التابعين، فهو رأى من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن العمل نفسه لم يدخله تغيير ولا خلل، هو حينما يرى أهل المدينة يعملون عملا وروى هو حديثا يقدم عمل أهل المدينة على الحديث، لأنه عاش في وسطهم، وهو الوحيد من الأئمة الذي أخذ بعمل أهل المدينة، لأنه عاش فيها، عاش فيها، وكان يدرس العلم في الروضة الشريفة، وهو أتبع الناس للآثار والسنة، لأنه مالك عن نافع عن ابن عمر، حتى العلماء يقولون هذه السلسلة الذهبية، السلسلة الذهبية، ويقولون إذا روى الإمام مالك الحديث فقد جاوز القنطرة، يعني لا يسأل عنه بعد ذلك، خلاص، سلسلة ذهبية، روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: ما بت ليلة إلا ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها عليه الصلاة والسلام. فيجي واحد تلتي بطنه حرام، يجي يقول لك إيه؟ إمام مالك مخالف الحديث، ما شاء الله، يعني أنت أورع وأتقى وأخوف من الإمام مالك؟ يقول لك إحنا لنا الحديث، ما شاء الله.
ما الإمام مالك راح فين؟ ويقول إيه يعني؟ ها؟ إنه كان يدرس في الروضة الشريفة يقول قال صاحب الروضة الشريفة صلى الله عليه وسلم. أنت تقدر تقعد تدرس تقول كده؟ ها؟ لو قعدت في الروضة الشريفة وشاورت بإيدك بس يرجموك بالحجارة. رضي الله عنه. أين أنت حتى تقول هذا عن الإمام مالك أو غيره من الأئمة رضوان الله تعالى عليهم وتتعجب؟ يعني هو يريد من الناس أن يقلدوه أو أن يقلدوا إمامه الذي يتبعه. يعني هؤلاء القوم لهم أئمة يقتدون بهم، يعني كيف ترضى بتقليد إمام في القرن الخامس عشر وتترك من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني التابعي رأى الصحابة والصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابع التابعين رأى التابعين الذين رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والقرآن أخبر أن الله راض عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. طب أنت نزل فيك حاجة؟ إيه اللي نزل فيك؟ أو من شهد لك بالعدالة والخيرية؟ محدش. أو شهد لأئمتك الذين تتبعهم أنت؟ يعني هم قالوا كلاما ومن تتبعهم قالوا كلاما، حينما نقارن بين الفريقين من الأرجح فيهما؟ طبعا لا شك أن السابقين الذين قال عنهم القرآن وقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ذهب أهل السنة والجماعة إلى لزوم تقليد عالم من العلماء السابقين. ليه؟ لعدم القدرة على الاستنباط والاجتهاد، ولفقد أدوات الاستنباط والاجتهاد عندنا. العلامة ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل، وقرأناه ودرسناه هنا، يعني هو عاش في القرن الثامن الهجري، يعني من أكثر من 700 عام، قال أنا الآن لا أستطيع أن أقول فلان العالم خوفا من أن أكون كذابا، وإنما أقول القارئ الناقل فقط. شفت إزاي؟ ليه؟ لأن العلماء كانوا في القرون الأولى في 500 عام الأولى، أما من بعدهم فهو قارئ ناقل. ما اقدرش أقول العالم العلامة، قال لي حتى أخشى أن أكون كذابا، يعني تقول لي شهادة كذب أن أنا بكذب عليه، لأنه ليس كذلك، وإنما أقول إيه؟ أن القارئ الناقل. فالمفروض طبعا أن يقرأ بأمانة وأن ينقل بأمانة، لكن الآن كثر الهوى في الفتوى، جدا، يعني حينما يميل هو إلى عقيدة معينة أو سلوك معين يختار من كلام العلماء ما يوافق إيه؟ هواه وعقيدته وسلوكه، ثم يخطئ باقي العلماء، مع أن العلماء لا يرضون بمثل هذا السلوك إطلاقا.
يعني هنا بيقول العلماء ولا بد لكل من يقلد مذهبا أن يعتقد أنه أرجح من غيره أو مساو له، فإن اعتقد مرجوحيته يعني إذا اعتقد ضعفه لا يصح له تقليد. يعني لابد أن أنا ساعة أعمل بمسألة في مذهب الإمام مالك مثلا أعتقد أن كلامه أرجح من غيره أو مساو له، ولذلك فقهاء المالكية يقولون وتقليد الراجح في مذهب الغير أولى من تقليد الضعيف عندنا. وده الكلام ده قاله ابن عرفة الدسوقي في الشرح الكبير في حاشية على الشرح الكبير في مسألة ايه؟ مسألة مسح بعض الرأس للنساء في الوضوء. احنا عندنا في المالكية لابد من مسح جميع الرأس من منبت الشعر إلى نقرة القف، بل وينفع النساء تقليد مذهب الإمام الشافعي في مسح بعض الرأس الناصية، بل لأنه أيسر عليهم، أيسر عليهم من الناحية الشرعية ومن الناحية الطبية، لأنه في الشتاء طبعا المرأة لو مسحت رأسها 5 مرات ما تنشفش الشتاء كله، تقعد لينة وقبل يجي الوقت تمسح ما تنزل تحت في أصول الشعر تمسح تاني وهكذا، تلاقي المرأة ايه ممكن تبتلى بالزكام طول ايه الشتاء. احنا عندنا أقوال طبعا بايه بمسح بعض الرأس يعني الناصية والربع والثلث كمذهب الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، لكن شوف نعرف ما فيش تعصب، ما فيش تعصب للمذهب. قال وتقليد الراجح في مذهب الغير أولى من تقليد الضعيف عندنا، يعني احنا ما نقلدش القول الضعيف ما دام في قول راجح عند الأئمة، عند بعض الأئمة يقلد الراجح. ليه؟ وكلهم من رسول الله ملتمس كما قال الإمام بصير طرفا من البحر أو رشفا من الدين وهكذا. ولذلك العلماء قالوا يجوز التنقل يعني في المذاهب، يعني يجوز أن أنا مثلا أصلي مثلا صلاة على مذهب الإمام مالك، جيت صليت مثلا صلاة أخرى على مذهب الإمام الشافعي زي القنوت مثلا، قنات مثلا قبل الركوع، أنا مالك بنقنط قبل الركوع ما فيش مانع أن أنا أقنط بعد الركوع، مفيش حاجة. من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سالما. ما عندناش إحنا بسملة مثلا ولا استعاذة عند الإمام مالك، لكن قلد الإمام أبا حنيفة في الاستعاذة لأنه يجيبها، وأقلد الإمام الشافعي في البسملة لأن قوله راجح، فأقول البسملة سرا أو جهرا، واخد بالك؟ بدون تعصب، مفيش تعصب في العلم. ليه؟ لأن الجميع على الكتاب والسنة، بخلاف ما يقول هؤلاء المتنطعون إن المذاهب الأربعة فرقت الأمة. يقول لك إيه؟ فرقت الأمة، مع إنه يعني الاختلاف هذا موجود بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الأئمة كسيدنا سفيان الثوري كان يقول الحمد لله على اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اختلافهم أدى إلى التوسعة. أدى إيه؟ إلى التوسعة.
لذلك الشيخ الشعراني عنده كتاب كده اسمه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، لأنه الأئمة رضي الله عنهم حينما اختلفوا في يعني في الأخذ بالأدلة وبأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني هناك من الفقهاء الصحابة سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا علي، سيدنا عمر، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. حتى الشيخ الشوكاني لما يأصل المذاهب يقول لك وهذا ما ذهب إليه من الصحابة فلان وفلان وفلان وفلان، ومن التابعين فلان وفلان وفلان، كل مذهب هذا. فهنا الاختلاف أدى إلى التوسعة. ولذلك الشيخ عبد ربه رضي الله عنه في الأزهر الشريف، الشيخ عبد ربه مفتاح، قال إن وجود الفقهاء وخاصة المذاهب الأربعة يعد معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعد معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال ليعمل بكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة. ولذلك هارون الرشيد حينما أمر الإمام مالكا أن يكتب كتابا ويوطئه للناس، يعني يمهده للعمل به، وقال له سوف أعلقه في الكعبة لأحمل الناس عليه، يقول لهم لابد أن تعملوا بهذا الكتاب. قال له أما أن أعمل كتابا وأوطئه للناس فهذا أمر لا بد منه ولا بد من الطاعة فيه، أما أن تحمل الناس على العمل به فهذا ليس لك، يعني لا يجوز. قال لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا به في الأمصار. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود مثلا راح الكوفة، سيدنا عبد الله بن عباس مثلا راح الطائف، سيدنا معاذ بن جبل راح اليمن، سيدنا عبد الله بن عمر مثلا هو في المدينة، وكلهم معه علم. عايز يقول له أنا هجمع علم واحد منهم بس، وعلم عبد الله بن عمر، لكن باقي هؤلاء الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار مش معناها اننا هنقتل كده، هنقتل باقي علم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعمل الا به بعمل واحد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاستكان لذلك ورضي، وجمع سيدنا الامام مالك الموطأ وأصبح إيه؟ أصل مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. شوف فقه الإمام مالك رضي الله عنه لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا المنوال اختلف الأئمة الأربعة وغيرهم في استنباط المسائل الشرعية، وكل له دليل. فمن عمل بالمسألة من غير أن يعلم الدليل فإنما هو عامل بالكتاب والسنة، لأن كلمة مذهب كما قال مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه في الدرس، قال إن المعترض على المذاهب لا يفهم معنى كلمة مذهب، ولو علم ما اعترض. قال كلمة مذهب معناها ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في تفسير القرآن والسنة، وما ذهب إليه الإمام مالك في تفسير القرآن والسنة، وما ذهب إليه الإمام الشافعي في تفسير القرآن والسنة، وما
ذهب إليه الإمام أحمد في تفسير الكتاب والسنة. يبقى إذن الذي يعمل بعلمهم إنما هو محمد يعمل بالكتاب والسنة ولم يخرج عنهما. وإلا فهل أنت تعمل بالكتاب والسنة وأصحاب المذاهب الأربعة لا يعملون؟ وأحيانا شوف التحريف والانتحال، لما تيجي تقول له أنا مالكي ولا شافعي، ولك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. شوف بالله عليك، يعني يكفر من يتبع المذاهب الأربعة مع أنه هو متبع وهو مقلد، مقلد لأناس يعرفهم ولا يستطيع أن يخرج عن كلامه كذا أنمله. خلي بالك، يعني هو مقلد، هو ما وصلش لرتبة الشهادة، هو لا يستطيع أن يقرأ حديثا واحدا بالإسناد، ولا يعرف القراءة في المصحف قراءة صحيحة أصلا. يعني هو من المقلدين، بس مقلد للمتأخرين، للمتأخرين الذين تطاولوا على سقف الأئمة وتنطعوا وقالوا إن المذاهب الأربعة فرقت الأمة، ولا يحدث التفريق بين الأئمة إلا من جاهل. الجاهل هو الذي يفرق بين الحنفي والشافعي والمالكي. العلماء يقولون لابد من اعتقاد أرجحية القول الذي يقلده، لأن العلم أمانة، العلم أمانة، فلا بد أن يأخذ العلم من أمناء. وإحنا عندنا سبعة أمناء مثل السابقين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، من ناحية إتقان العلم، من ناحية الورع والتقوى والخوف من الله تبارك وتعالى. العز بن عبد السلام في القرن السابع، يعني بعد الأئمة ب400 عام، وكان رضي الله عنه إذا أخطأ في مسألة إما أن يركب الحمار بنفسه ويدور في البلد، أو أن يرسل مناديا ينادي. إن ساعة ما يمشي هو يقول أنا العز بن عبد السلام، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فليعرفني، لقد أفتيت في مسألتي كذا وكذا بكذا وكذا، وهو خطأ والصواب كذا وكذا. انظر ليه، لأنه مقلد، مقلد لمذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لكن إذا أخطأ في مسألة رجع إلى الصواب لابد، لأنه لا يوجد إلا حق وباطل وصواب وخطأ، فإذا أفتى صوابا فبها ونعم، وإذا أخطأ لابد أن يرجع إلى الصواب. كلام الأئمة، أفتى بكلام فوجد مثلا كلاما يخالف كلامه، أو أن المسألة خطأ فرجع عنها رضي الله تعالى عنه. ومعنى قول الإمام اللقاني فواجب تقليد حذر منهم، كذا حكى القوم بلفظ يفهمه، قال المراد بالقوم أهل أصول الفقه، أهل أصول الفقه. قال ومعنى قوله يفهم أي واضح الدلالة، أي واضح الدلالة. Thank you.
قلنا طبعا الحكم مأخوذ من قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك بعض الناس الآن لا يسأل أهل العلم وإنما يأتي بالكتاب ويبحث عن المسألة. طبعا هو يعني كما قال الشاعر قل لمن يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. قل لمن يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. فالآن كثير جدا من الناس يعني لم يتعلموا في الأزهر الشريف مثلا وإنما يعني دخلوا مثلا مدارس أو جامعات أخرى فيأتي بالكتب أو الكتاب ويقرأ فيه ويريد أن يتعلم منه، وهذا خط مخالف للقرآن، لأن القرآن قال إيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما قالش في الكتب روحوا خذوا منها. ولذلك يعني شهر عن العلماء قولهم العلم يؤخذ من صدور الرجال لا من الكتب والرقاع. والإمام الشافعي كان يقول من أخذ العلم من الكتب غير الأحكام. ليه؟ طبعا لأنه لا يفهم، لا يفهم مثل فهم أهل العلم مهما أوتي من ذكاء. وهذا سر، هذا سر عشان يعمل بكلام الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. مع أن العلم يحتاج إلى أدوات كثيرة لفهمه وتوصيله. بعدين الشيخ ذكر شروط التقليد، طبعا بيقول فواجب تقليد حبر منهم. بيقول من شروط التقليد عدم تتبع الرخص، عدم تتبع الرخص، بمعنى ان واحد مثلا عنده مسألة يسأل واحد من اهل العلم فيفتيه بفتوى يراها شديدة عليه فيها عزيمة، يقول له أنا عايزين فتوى إيه خفيفة علينا شوية، يروح يسأل واحد تاني هو لا يريد أن أخذ إيه بالعزائم، مع أن كل مذهب فيه رخص وفيه عزائم، فهو المفترض فيه أن يسأل. فإذا أجيب أخذ بالفتوى، لكن ما ينتقلش لمذهب آخر يريد الرخصة، إذا لم يجد يذهب إلى مذهب آخر حتى يجد الرخصة، وهكذا في كل مسألة. يقولون من تتبع الرخص فسد دينه، من تتبع الرخص فسد دينه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يبقى أول شرط من شروط التقليد عدم تتبع الرخص وعدم التلفيق بين المذاهب، عدم التلفيق بين المذاهب. يعني جابوا مثال للتلفيق، قالوا إيه كأن يتزوج بلا صداق ولا ولي ولا شاهد يعادل، بل فهذه لم يقل بها أحد الزواج من غير صداق ولا ولي للزوج يعني ولا اثنين شهود، كان هذه صورة لم يقل بها إيه أحد. عدم التلفيق بين المذاهب، رجحان اعتقاد رجحان المذهب
الذي يقلده، يعني يعتقد أنه راجح أو مساو لأقوال المذاهب الأخرى بشرط من شروط التقليد. لكن لو اعتقد أنه ضعيف أو أتى بقول ضعيف وأراد أن يقلده، نقول لا، ما دام فيه راجح في المذهب يبقى تقلد الإيه؟ تقلد الراجح ولا تقلد الضعيف. ولو أن تقلد راجحا في مذهب الغير غير مذهبك. بعدين الحاجة الحاجة للتقليد. نعم. ما هو يسأل عادي مذهبا آخر هيجد عنده رخصة، يجد عنده رخصة، بس يجوز طبعا. يعني مثلا فتوى المالكية شديدة عليه فذهب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة. يعني مثلا واحد يتعبد على مذهب الإمام مالك رضي الله في الغسل، عندنا احنا يجب التدليك في الغسل والوضوء وتخليل الأصابع، ففي بعض الناس يشتد عليها ذلك، يعني شديد عليه التدليك، عنده شيء من الوسوسة، فده يسأل أهل العلم عشان الضرورة اللي عنده. نقول له مثلا عند الأئمة الثلاثة الذنب سنة، بمعنى أنك أنت لو دخلت تحت الدش واغتسل فغسلك إيه؟ صحيح، بس تاخد بالك من المضمضة والاستنشاق علشان الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يوجبان المضمضة ويوجبان الإيه؟ الاستنشاق، اللي هم عند سنة عندنا. تلحظ يعني هذا عشان لأن الخروج من الخلاف مستحب، والعبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. أحيانا مثلا إنسان عند كبر سنه ما يقدرش يدلك رجليه في الوضوء، فيعمل إيه؟ يقلد المذاهب الثلاثة غير المالكية، حتى ولو كان مالكيا يبقى يحط رجله تحت البتاعة دي يدورها كده تحت الحنفية وخلاص. أحيانا كبر البطن والسمن والخشونة أو ألم في الظهر ما يقدرش يوصل لرجليه، كل ده طبعا يعني يسأل حتى يفتى بإيه؟ بالسهل من المذاهب الأخرى. أما غير ده مجرد إيه؟ غسل، يبقى الغسل بس هو الإيه؟ الواجب، هو يعني جريان الماء على الأرض، ويسقط عنه إيه؟ الدلك وتخليل الأصابع في الوضوء وفي الغسل. في الوضوء وفي الغسل، لأن يعني تخليل الأصابع في الرجل مندوب، ولكن في الغسل واجب، هو ما يقدرش يوصل لإيه؟ الأصابع اللي عشان يدلك، فيقلد مذهب الغير وهو راجح، ولا يقلد الضعيف في مذهبه، حتى لو كان مالكيا يعني تفقه على مذهب الإمام مالك ويسير عليه، يقلد مذهب الغير، لأنهم جميعا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما دي موجودة، المسألة دي موجودة عند الفقهاء جميعا، اللي هو ايه؟ يعني لو واحد عنده لو كشف رأسه الطاقية أو العمامة يحصل عنده صداع، فهو يجوز أن يمسح ايه؟ على العمامة وما ظهر من الرأس من الجناب أو من الخلف، اللي هو المسح على العمامة في الوضوء، بس طبعا ياخد باله أنها لو سقطت منه يردها ويمسى عليها تاني ما يكملش الصلاة، يعني لو سقطت وهو يصلي يردها ويقطع الصلاة ثم يذهب ويمسح عليها ويرجع يكمل الصلاة. ده عند الجميع، يعني حتى الشيخ الدردب جيبها برضه. ومسح على عمامة إن خيف بنزعها. نعم.
تبطل الصلاة، لا تبطل الوضوء، تبطل الصلاة. ما يعني ما تقول ايه عضو من اعضاء الوضوء نقص، انا هنكمله، يبقى نرد العمامة ونذهب باليد انا كده ونمسح ونرجع الى الصلاة مرة اخرى، حتى لو كان اماما برضه يخرج ويستخلف ويجي يمسح ويرجع ايه مأموم. ولذلك لغز يقول لك ايه سقطت عمامته فبطلت صلاة الجميع. سقطت عمامته واحد يعني من المأمومين فبطلت صلاة الكل، الإمام والمأموم. قالوا ده في الجمعة هم 12 والإمام اللي حاضرين من أول الخطبة إلى آخرها، وهو ماسح على إيه؟ على العمامة. فجاء قبل السلام يجي يرفع من السجدة الثانية راح سقطت العمامة فبطلت صلاة الكل. يبقى يرد العمامة وينسى عليها ويرجع يعيد الجمعة من تاني. لغز الغاز الفقه يعني. هاي رضي الله عنه. ايوه عند كل من اشترط العدد يعني، برضو لو الثلاثة والامام مثلا عند الشافعية، برضو لو برضو سقط يعني عمامة واحد منهم من الثلاثة برضو هتبطل على الجميع. يعني لازم يحضروا الخطبتين الى نهاية السلام، والاربعين برضو اللي ما يشترط الاربعين، وهكذا، لانه ده شرط صحة حضور مثلا 12 او حضور 3 او حضور 40 من اول الخطبة الى السلام لابد. ايوه طبعا ايوه الجورب التخين بس اللي هو يمكن المشي فيه، زي جورب الرياضة بتاع الرياضيين وجورب الجيش اللي هو لما تمسح عليه ما تحسش بالمية، لكن الجوارب الخفيفة دي ما ينفعش المسح عليه لانها كالعدم، يعني تصابعك باينة منه. طب يبقى ده جورب، طب يمشي بيه خطوتين كده تلقاه طالع كله من تحت. ها يعني اقل شيء يمكن تتابع الايه المشي فيه. فبرضه لو خلعوا، لا لو خلعوا عمدا خلاص يبقى كده بطل ايه المسح عليه، يعني بطل الوضوء كله خلاص، لانك انت تعمدت المسح عليه، لكن دي سقطت غصبا عنه، سقطت غصبا عنه. لكن انت الا اذا خلعته نسيان، نسيان يبقى ترده وتمسح عليه، لكن العمامة سقطت غصبا عنك فانت تردها وتمسح عليها. ها لكن انت خلعت عمدا خلاص يبقى انت كده ابطلت المسح عليه وابطلت الوضوء، لان هو اساسا بيلبس على طهاره كامله، يتوضا وضوء كامل ثم يلبس ثم يمسح بعد ذلك في الوضوء القادم، مش من اول وضوء، لا اول وضوء ده بيغسل الاعضاء كامله والرجلين تتغسل بعدين يلبس، يلبسه على طهارة كاملة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين، لما كان الصحابة ينزع الخف بتاعه لا مسح على الخف، قال له إني أدخلتهما طاهرتين يعني القدمين، فلا بد طبعا من إيه من أن يلبسهما على طهارة ثم يمسح في المستقبل عاد في الوضوء الجاي. ها أنت في الصبح مثلا توضأت وضوءا كاملا ولبست الجورب علشان المسح عليه، يبقى في الظهر عاد تمسح عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يوم وليلة عند الجمهور يعني الحضر، وثلاثة أيام في الصف عند غير المالكية. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم